بدأت الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية في محافظة حلب أعمال إصلاح وتأهيل الخط الحديدي الممتد من محطة جبرين حتى محطة تلبلاط والوصول إلى محطة الرضوانية لتوليد الكهرباء بعدما امتدت يد التخريب والإرهاب إليه. وبيّن المدير العام للشركة المهندس محمد إسماعيل العمر أن أعمال الإصلاح تشمل تأهيل الخط الحديدي الذي يصل إلى محطة توليد الكهرباء في الرضوانية بحلب بطولا إجمالي يبلغ 18 كيلومتر. أكد مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف بدرعا المهندس فراس الشرع أن الفرع يوزع الأعلاف على الثروة الحيوانية بشكل متتابع ضمن دورات علفية تفتتح عن طريق الإدارة المركزية، مبينا أن كمية الأعلاف المختلفة المباعة لمربي مختلف أنواع الثروة الحيوانية من بداية العام الحالي حتى تاريخه بلغت 17,439 طنا. توقعت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بحماة أن يصل إنتاج المحافظة من ثمار الزيتون للموسم الحالي إلى 69,369 طناً من إجمالي المساحة المزروعة والبالغة 72,415 هكتاراً. وأوضح مدير الزراعة المهندس أشرف باكير أن تقديرات إنتاج الزيتون ضمن الأراضي البعلية تبلغ 60,364 طناً والباقي في الأراضي المروية، مبيناً أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الإنتاج سيكون جيداً هذا الموسم مقارنة بالظروف المناخية التي سادت خلال الفترة السابقة. أظهرت بيانات أصدرها اتحاد الصناعة الآليات الصيني ارتفاعاً في إيرادات الصناعة خلال النصف الأول من العام الجاري، ونقلت وكالة شينخوا عن تشين بين نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد قوله إن إجمالي صادرات صناعة الآليات ارتفع بنسبة 10.41% على أساس سنوي، ما يدل على مرونة الصناعة. سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعاً جديداً بمعدل 7% ليتجاوز 2200 دولار لكل 1000 متر مكعب. وحسب نتائج تعاملات بورصة لندن، ارتفع سعر العقود الآجلة في شهر أيلول في مركز تي تي في في هولندا إلى 2210 دولارات لكل 1000 متر مكعب، وبلغت الزيادة الإجمالية في تكلفة الغاز منذ بداية اليوم 7.7%.